العامل الأول هو انهيار مؤسسات الدولة في معظم هذه الدول، والتي تشكل حزاما حول الخط الاستوائي، وبالتالي غياب المحاسبة هو النتيجة الأولى لانهيار مؤسسات الدولة. نموذج الدولة لم ينجح في معظم هذه البلدان التي تشهد حروبا، نعطي مثلا السودان، نعطي مثلا هايتي، نعطي مثلا الكونغو، حيث هنالك يعني حروب أهلية لم تستطع وهي شهدت انهيارا لنموذج الدولة، وهنالك صراع بين القوى الداخلية للسيطرة على هذه الدولة.